مشاهدينا. مرحبا بك محمد، مرحبا بحضراتكم، وإلى تفاصيل النشرة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية عمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، موضحا أن هذه الصناعة تحتل أولوية متقدمة لدى رئيس الجمهورية والحكومة، مؤكدا أن مصر تأمل في أن تصبح أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة. جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التي تعمل بالتوازي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات. هذا وقد شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة والرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، وذلك بشأن تقديم الدعم الفني من جانب الرابطة لتنفيذ برنامج تطوير صناعة السيارات في مصر. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف صناعة السيارات والعمل على بذل المزيد من الجهود لتنميتها وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز وازدهار هذه الصناعة، لافتا في هذا الصدد إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي تم إطلاقه ويعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية بشأن دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره في توفير المزيد من فرص العمل لعدد كبير من فئات المجتمع، إلى جانب دوره في نمو حجم الصادرات المصرية وزيادة قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة بمختلف الأسواق العالمية. أصدر رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بحيث يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بناء على عرض الوزير المختص وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط. كما نص التعديل على أنه يجوز أيضا الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة. يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم مناقشاته حول التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 والتأشيرات العامة المرافقة له. لمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا موفد التلفزيون المصري محمود إسماعيل. محمود، مرحبا بك، لو تضعنا بشكل أكثر تفصيلا في جلسة اليوم. نعم محمد، بعد التحية، منذ قليل بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وعلى الفور بدأ المجلس باستكمال مناقشاته حول التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 23-24 والتأشيرات العامة المرافقة له. وكان المجلس قد شرع في مناقشة مشروع هذا القانون خلال جلسة يوم أمس بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي أكدت في بيانها أن الخطة تتوقع معدل نمو خلال العام المالي الجديد تصل إلى 4.1% مقارنة بالعام الماضي الذي كان متوقعا معدل نمو يصل إلى 4.2%، وتأتي هذه التقديرات متوافقة مع تقديرات المنظمات الدولية في هذا الشأن، التي توقعت بأن تحقق مصر معدل نمو خلال العامين الماليين 22-23 و23-24 معدل نمو يتراوح ما بين 4 إلى 4.3%.
كذلك أشارت الدكتورة هالة السعيد خلال بيانها يوم أمس إلى أن الخطة تتوقع أن يصل الناتج الإجمالي للعام المالي الجديد إلى 11.84 تريليون مليار جنيه بتحقيق معدل نمو يصل إلى 4.1% مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه الإجمالي الناتج المحلي إلى 9.8 تريليونات مليار جنيه. كذلك أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية بما في ذلك الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب مشروعات موجهة كذلك إلى الفئات الأولى بالرعاية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. وتوقعت الخطة كذلك أن تحقق 5 قطاعات في الدولة أعلى ناتج، وهي على الترتيب قطاع الاتصالات وقطاع السياحة وقناة السويس والتشييد والبناء وقطاع الزراعة. هذه المناقشات محمد تدور أيضا خلال جلسة اليوم بحضور الدكتورة هالة السعيد، حيث ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ، ومن المقرر أن ينتهي المجلس من مناقشة مشروع هذا القانون ويوافق عليه نهائيا خلال جلسة اليوم. أشكرك زميل محمود إسماعيل مراسل أخبار مصر، كنت معنا مباشرة من مقر مجلس الشيوخ. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية. في قدون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم من قرية المغير في رام الله والتي تخضع لحصار منذ ما يقرب من 3 أسابيع. احتدم القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وأظهرت لقطات مصورة تصاعد أعمدة من الدخان الأسود في سماء العاصمة، كما أفادت تقارير باندلاع قتال في مناطق عدة منها وسط الخرطوم وجنوبها وبحري، فضلا عن إقليم دارفور خارج العاصمة. يأتي هذا بينما دعت السعودية والولايات المتحدة طرفي الأزمة بالسودان إلى الاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بفعالية. تشهد المعابر الحدودية ما بين مصر والسودان توافدا كبيرا من الأشقاء السودانيين، وذلك بعد احتدام الصراع في عدة ولايات بالدولة السودانية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل أخبار مصر أشرف مبارك. تحياتي أشرف، وضعنا في المشهد لديك هناك على معبر قسطل الحدودي. فالدينا برحب بك من داخل معبر قسطل الحدودي. وصلنا حتى الآن لنحو 200,000 شخص وصلوا إلى الأراضي المصرية عبر المعابر الحدودية، وهي معبر قسطل ومعبر أركين الحدودي. الأغلبية كانت من الأشقاء السودانيين، يمكن بأرقام وصلت لنحو 190,000 سوداني. يمكن في هذه اللحظات وصلت العشرات من الحافلات الكبيرة والصغيرة وأيضا السيارات الخاصة التي تقل العائلات السودانية، جاءت من عدة ولايات أبرزها ولاية الخرطوم ومناطق أم درمان وبحري، جاءت تحديدا إلى مدينة حلفة السودانية. حصلوا البعض منهم على العديد من التأشيرات والبعض الآخر مستثنى من التأشيرات، ومن ثم دخلوا إلى بوابة أشكيت وهو الجانب السوداني من معبر قسطل، ومن ثم إلى معبر قسطل. سوف تستعرض الكاميرا هذه الحافلات التي وصلت إلى الدولة المصرية منذ قليل عبر البوابة السودانية، ويمكن أيضا خلف البوابة السودانية سوف نجد عدد كبير من الحافلات التي تنتظر خلف هذه البوابة، يمكن في طريقها إلى الدخول إلى الأراضي المصرية. يمكن بعد حوالي نصف ساعة أو ساعة على الأكثر سوف تمتلئ هذه الساحة عن آخرها بالحافلات الكبيرة لتقل المئات من السودانيين، خاصة وأن البوابة ينتظر خلفها عدد كبير من الحافلات الكبيرة. هناك أيضا يمكن لا يزال الهلال الأحمر المصري يقدم خدماته على مدار الساعة وعلى مدار 24 ساعة، يعني خاصة تقديم الوجبات وتقديم المياه وأيضا تقديم الدعم النفسي والدعم الصحي لكافة الأشقاء السودانيين الذين
وصلوا إلى الأراضي المصرية. يمكن هناك مشهد آخر ومشهد لافت لي يعني منذ الصباح اليوم، وهو بروز عدد كبير من الشاحنات التي يمكن بتقل حركة التجارة ما بين مصر والسودان. هذه الحافلات يمكن اليوم تظهر بشكل لافت وبشكل كبير، هذه الحافلات التي تنتظر ويتم السماح بدخولها إلى الأراضي المصرية. وأيضا من الجانب الآخر عدد كبير من الحافلات المحملة بالسلع الغذائية والسلع التموينية هي في طريقها للدخول إلى الأراضي المصرية، ومن ثم دخولها إلى مدينة حلفة، هي أول مدينة تستقبل هذه الحافلات، والبعض الآخر يدخل إلى بعض الولايات الأخرى. لكن يعني هذه الشاحنات، وبسؤالي لكافة القائمين عليها أو سائقين الخاصين بهذه السيارات، أشار لي أنهم يفرغون حملاتهم في بعض الولايات والمناطق التي تشهد هدوءا نسبيا مثل الولايات الشمالية وولاية الجزيرة التي يمكن بتشهد أيضا هدوء، لكن يبتعدون بشكل كبير عن ولاية الخرطوم التي تشهد اشتباكات يمكن كبيرة ما بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. نعم، مراسل أخبار مصر أشرف مبارك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من معبر قسطول الحدودي. أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 250 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 من فبراير من العام الماضي. في غضون ذلك، قال قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، قال إن قوات بلاده تواصل التقدم بالقرب من باخموت. وأضاف المسؤول العسكري الأوكراني أن القوات الأوكرانية نجحت في تدمير موقع روسي بالقرب من المدينة. على جانب آخر، أعلنت روسيا أن قواتها أحبطت هجوما كبيرا للقوات الأوكرانية في منطقة دونتسك بجنوب أفريقيا أوكرانيا. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن 250 من القوات الأوكرانية قتلوا خلال المواجهات، بجانب تدمير 16 دبابة و21 مركبة مدرعة. في غضون ذلك، قال حاكم منطقة بلغرود الروسية أن حريقا اندلع في منشأة للطاقة بالمنطقة إثراء تعرضها لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة. دعا الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ دعا تركيا إلى العدول عن موقفها المعارض لانضمام السويد إلى الحلف. وعقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، اعتبر ستولتنبرغ أن السويد أوفت بالتزاماتها لاستكمال عملية الانضمام إلى ناتو، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لانضمامها قبل قمة الحلف المقررة على مستوى القادة الشهر المقبل. ورأى أن انضمام السويد إلى الناتو سيعزز أمنها وسيجعل على تركيا أقوى أيضا. من أخبارنا الرياضية، فاز النادي الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة. ويلتقي الفريقان مجددا الأحد المقبل في مباراة الإياب، حيث يكفي الأهلي التعادل لتحقيق لقب البطولة للمرة 11 في تاريخه، بينما يكفي الفريق المغربي الفوز بهدف نظيف ليتوج باللقب. من التلفزيون المصري قدمنا لحضراتكم نشرة الظهيرة. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة، وفي تمام الثانية بتوقيت القاهرة نلقاكم مع نشرة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.